مرحبا، معكم عمر. اليوم راح نحضروا على واحد القضية، واحد الموضوع، وموضوع اليوم لما اليوم 31 ديسمبر 2018. كما تعرفوا هذا النهار ريفيون، الجزائريين غالبيتهم اللي عنده لي موايا واللي قد يروح يفواياجي، يقول لك نروح نفواياجي صحيح. بون، انا رحت شفت في الانترنت شو الوجهات السياحية تاع الجزائريين مخيرة في هذا النهار، و شفت واحد الامور. طبعا غالبيتهم يروحوا لتونس، بعد تركيا، مصر، اسبانيا وفرنسا. تونس وتركيا اسهل، سيرتو تونس سهله سون فيزا، تركيا بالفيزا بصح سهله تاني وبعيد. وكاين اللي يروحوا لمصر، انا ما فهمتش على مصر. وكاين بيان سي اسبانيا وفرنسا الاحسن والاقرب لكن الاغلى. لكن لماذا هاد الناس يروحوا يريفيوني في العالم؟ في استودي العالم، البلدان، روسيا، اوروبا، كاع العالم، كاع الشعوب تفواياجي، ماشي احنا الجزائريين. بصح حنا كثر، حنا تشوف زوج ملايين جزائري خارج يفواياجي في لي جاريفيون، زوج ملايين جزائري راح. طبعا هنا عندنا في وهران، وكأنها يعني الناس اللي من الولايات كاع يجوا هنا لوهران. استودي الجزائر فيها ولايات، هذا عندك ولاية الشمالية وهران، ألجي، عنابة، هاد الولايات اللي شوية فيهم شوية انفتاح، يجوا الجزائريين من قاع الولايات يجوا عندنا حنا، وحنا نروحوا لهيه، نروحوا لتونس ونروحوا لهيه. فأنا بغيت نعرف على الجزائر الوحيدة تقريبا اللي فيها عدد كبير من يعني تصدر سياح. الجزائر شا تصدر حراقين وتصدر سياح، و بقى ما عليش غير خرجوا السياح. حراقين هذاك غادي نديروا لها سوجي واحد آخر، لكن اللي تغير سيكو يروحوا يخسروا دراهم ويضيعوا بزاف. علاش اجل تونس؟ علاش؟ اي بقى علاش دوك نقول لكم علاش. بروميامون الجزائر ماشي بلا توريستيك، وكاع لي توريست يجوجو غير الصحراء. علاش الصحراء؟ باسكو تما الناس يعرفوك كيفاش يقيموا السائح وكيفاش يحترموا. ما الله هنايا ما كان لا سائح لا والو، هنا في وهران الناس بزاف، و كيما يقولوك هي لي نورمالمون جوها لي توريست، هي نادر تاع شي بلدان في اوروبا جاي وهذا. ولكن ما كانش يعني هكا ما عندهم جاي هاك، ما كانش لي توريس، باسكو حنا ما نعرفوش نقيمو توريس. حنا عندنا بزاف الشعب خصها يتسقم، خصها يتنظم، عندنا بزاف تاع ناس خاص السياحة تطور في هاد البلاد هادي. انا عندي بروبليم مع الجزائر، شاه بروبليمي الوحيد مع الجزائر هو السياح. كل واحد يبغي يدير بروبليمه ويهضر في فيديوه، السياحة انا غادي نكافح معيقات السياحة في الجزائر. فعلاش حنايا مع الناس السياحة؟ باسكو حنايا ما لا نظام لا قهوة لا والو. لي بيس عندنا، مازلنا في لي بيس تاع بريفي، السائح ما يركبش بيس بريفي، موالف بيس حكومي. تراموي صح، تراموي حاجة مليح، لي بيس شكلها. القهوة ما كانش، الانفيلات، الليل ما تلقى حتى واحد يدور، غير حنا في الجزائر اللي عندنا هذه. المغرب، تونس، بلدان اخرين عندهم بون، هما تاني الهوا سوا، بصح عندهم امور الناس تمشى وتشوف النساء برا في الليل. انا غير في رمضان، في رمضان تشوف الناس في الليل ما يرقدوش، بصح في غير رمضان في 11 شهر طافيه، شهر واحد نايضه. ف هذه هو البروبليم، حنا ما عندناش الامن، ما نحترموش السائح وما نحترموش حتى بيناتنا. لازم نسقموا لحالنا، لازم نسقموا الصوالح، لازم نشجعوا على السياحه، لازم نقلعوا العقليه تاع انا مش عارف شهر ريفيون اليوم باغ اكزومبل. غادي تشوف هكا شويه سلفيين تلقاهم حاطين لك هكا، وما نقول سلفيين ماشي تشوف حاطهم، تشوف ناس يحطوا هكا ورقي يكتب لك انا لا تهاني لا اماني انا ماشي نصراني، راك شايف يشعلوها كل شيء. هيا هادو الشعر، هاد الشكل، هاد الفن، هادو ما يحرموا علينا. وش نقول لكم؟ واللي غادي يجيب لابيش اليوم نقول له بصحتك، و بون اني و بون ريفيون، و ما عنديش بروبليم. انا واحد من الناس اللي يبغي فواياج، انا هاد الوقت كيما هاد الوقت العام الجاي نكون ديجا فواياجي. اللي بغى يفواياجي فواياجي ان شاء الله. اللي قعد في وهران واللي قعد في ولايته ينقيها ويحترم الناس، مش يخلي الناس واحد اخرين يجوا. هذه هي، ونلتقي في فيديو واحد اخر ونحكيو. هذا كان فيديو الاول، قلت شنقول شنقول، قلت نقول هاد السوجي ريفيون، تكون يوم ريفيون. أيوا، نبقيكم على خير، وهذا عمر يحييكم، و بون اني، بون ريفيون، و نشوفكم في فيديو آخر.